السلام عليكم من مركز جراحات الشخير. وزي ما بنقول دايما كلمتنا الشهيره، فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ نواف، 41 سنه، جاي لنا من الشقيقه السعوديه، الارض الطيبه الطاهره. منورنا يا استاذ نواف. تسلم، نور نورك يا دكتور. تحيه طيبه لك يا دكتور، ربنا يكرمك وشعب مصر الحبيب. انت ايه اللي جابك مصر؟ والله دكتور الامانه، انا قبل فتره صار عندي مشكله بالاذن والراس، صوت طنين عالي طنين، وقعدت اشوف ادور دكتور، ادور يعني عياده وكذا، فادخل باليوتيوب وادخل بالجوال بالسوشيال ميديا. تمام. وقرأت عينك صراحه، قعدت يمكن 6 شهور وانا اتابعك. بتدرسني 6 شهور؟ 6 شهور وانا ادرس الحالات اللي تشوفها وكذا. تمام. فاستخرت. تمام. وجيت يا دكتور. جبت لنا من ايه؟ تقريبا تقريبا 6 ايام، تقريبا 7 ايام. 7 ايام وعملنا العمليه تقريبا من 5 ايام او 6 ايام تقريبا. تمام. أيوة. عملنا له طبعا، كشفنا على الاستاذ نواف، طبعا لقينا عنده مشكله في مناخيره جامده جدا، عنده حاجز انفي معوج وشبه مكسور شويه، عنده كان عندك تضخم في الغضاريف شديد جدا، تضخم في اللوز جامد، عنده ارتخاءات شديده في سقف الحلق واللهاء، وبرده قياسات السمع بينت ان عنده مشكله في طنين الود. عملنا له العمليه الحمد لله من الست ايام تقريبا. الحمد لله. الحمد لله. لسه النهارده جاي لي عشان حاجتين. جاي لي النهارده عشان اولا اطمن عليه قبل ما يسافر، ثانيا عشان نحقن له النهارده الحقنه الثالثه في ودانه عشان الطنين، اخذا في الاعتبار ان لسه مناخيره فيها الدعامات. صح كده؟ صحيح. هي والله موجوده الدعامات. موجوده الدعامات. فكن ان شاء الله بعد اسبوع باذن الله. ان شاء الله. او 10 ايام. ان شاء الله. انا عايزك تقول لي يعني كان ايه مشكله الشخير عندك كمان؟ كنت لما انام على جهه اليسرى مثلا بالليل انكتم نفس، ما اقدر اتنفس ابد ابد، لما يصحوني يقول خلاص قفلت، تقفل معايا الجهه اليسرى لما انقلب على جهه اليمنى. على طول؟ على طول. كم سنه على كده انت تعبان؟ تقريبا لي 9 سنوات. 9 سنوات؟ اي والله. طب احنا عاملين العمليه تقريبا، كان في شخير؟ ايه في شخير، صوت عالي بتوقف نفس بخنقه. أيوة. هو كان في حد جه معاك وقال لي صور، صوروني اكثر من مره، صور لي، قال لي انا صورته وصوت شخير فظيع. ايوه صوروني، صورت تصوير فيديو لاني ما صدقت. لما ما صدقتش لما شفته بعينيك. أيوة. ايوه والله. طب احنا عملنا العمليه تقريبا بقى لنا 5-6 ايام دلوقتي. قول لي حد نام معاك في الاوضه؟ الاخ صديقي. صديقك نام معي امبارح، سالته اليوم الصباح. ما لازم انا اللي هساله، مش انت اللي هتساله. أيوة. ده هو اهم عندي منك. انا بتطمن، قلت بشوف. انا قول لي اخباره في الشخير. كويس الحمد لله. معقول؟ يعني في خفيف بس، يعني خفيف طبعا. شيء يعني طبيعي، ما في شيء فوق الطبيعي. زي الطبيعي تقريبا. لا طبيعي. انت شفته قبل العمليه؟ لا والله ما شفتهوش، بس اللي نام عندي رته طبيعي. لكن انت شايفه طبيعي ونام وشخر وبدون الشخير بعد نام. كويس جدا. ايوه الحمد لله. هو الحمد لله. اي والله والله. طمنت انت لما هو قال لك؟ اللهم اي والله والله انبسطت اليوم الصباح، والله فرحه سعاده ما تدري. الحمد لله. اي والله. انا اللي مبسوط اكتر منك. حتى النفس تغير عندي. النفس والصداع، كان عندي صداع اول مستمر مع ان لسه في الدعامه في مناخيري. والله في صداع قبل وراح، اول ما استخدم دايما البراستامول. يوميا بقيت احسن. ايه تاني تحسن فيك وانت ما كنتش مثلا واخد بالك؟ معدتك عامله ايه مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله. كان فيها مشاكل؟ اي والله دكتور. كان فيها ايه؟ يعني كان فيها زي اللي دكتور احيانا اي اكله اي شيء في مشكله، انتفاخات. كان في انتفاخات؟ اي والله لازم اخذ حق الانتفاخ. خدت بالك دلوقتي ان الدنيا اتغيرت شويه؟ والله للامانه دكتور، يعني بالنسبه للبطن في تغير. ازاي؟ في تغير مثلا بالانتفاخات وكذا. اقل؟ اي. بس وحاجه ثانيه الصداع. خف الصداع عندي، اول كان صداع عندي كل ما اصحى الصباح في صداع خفيف عندي. كويس الحمد لله، شبه انه انعدم. ممتاز ممتاز. أيوة. جدا. بس عندي التنفس اللي من هالدعامات ممكن هو اللي ما فيهاش كلام. والشهيه ضعيفه يا دكتور بس دلوقتي. أيوة والله. عشان لسه في التهابات في الزون، مش كشف عليك دلوقتي لسه الجهد ما التئمش. صراحه طمني على ودنك بقى. الوش الوش مهم جدا عندي. الوش جيتك دكتور فيه زي الصوت، زي زي الصفاره. كويس. صفاره باليسار واحيانا تنتقل اليمين. كويس. معلقه 124 ساعه دلوقتي. اخبارها ايه بعد ما عملنا حنتين؟ للامانه دكتور يعني اليسار خف الصوت، يعني يجي متخطى. كم في المية؟ وش خفيف. كم في المية خف؟ كم في المية؟ يعني مثلا من 100 نقول مثلا النسبه العالميه مثلا 70% خف. 70%؟ 65% اكيد. ده ممتاز جدا. اي والله. في الناحيتين ولا في واحده اكتر؟ لا بالناحيتين. في الناحيتين يعني صرت انام الحين على جنبي، اول انام هنا كده
اسمع صوت زي الصفارة كويس كذا زي المستمر كويس. انام على جهه اليسرى اخف صار آه. الحين مستواهم مع بعض يعني. مع بعض تقريبا خفيف خفيف مره انت مبسوط يعني ما اصحى انام عليه مبسوط اي والله اللهم لك الحمد يعني الحمد لله الحمد لله. انت جاي مخصوص هنا على فكره للعمليه ولا جيت كده وبالمره لا والله جيت انا مخصوص لك انت دكتور مخصوص جاي على طول والله حاجز ومرتب كل اموري عليك انت دكتور بفضل ربنا وانت اللي جلستني اليوم السبت اه وكنت ابغى اسافر يوم الثلاثاء قلت لا لازم تستمر معي بالضبط عايزك يومين تاني أيوة. معانا زياده جزاك الله خير انت مسافر امتى ان شاء الله بصر. مسافر بعد ساعه ان شاء الله يعني تطلع من هنا على المطار المطار على المطار على أيوة طول والله. قلت لهم في اللي عندك في البيت ايه بقى ان انت اخبارك ايه الحمد لله. والدنيا عامله سعاده ذات وصف والله اي أيوة والله الحمد لله لك الحمد لله الحمد لله الصحه ترى عافيه دكتور زين الصحه طبعا يقول طبعا انا سعيد بك جدا 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 يا نور جدا 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 وانت انت انت شخصيه مهذبه جدا فعلا يعني شرفت معرفتك يا دكتور انا اكثر انا اكتر تحب تقول حاجه لاي حاجه مركز اخباره ايه أقول الناس اخبارها ايه أقول اي حاجه ما شاء الله يعني اللي صراحه للامانه اللي عنده مشكله مثلا بالاذان او شيء وكذا ما يمنعش مثلا يشوف دكتور يشوف الدكتور صح كلامك ان شاء الله باذن الله انه ما يلقى كل خير وعن تجربه عن تجربه انا عن تجربه والله جاي ما يعرفني ولا شيء طبعا والحمد طبعا. لله الحمد لله أيوه. احنا نتواصل على طول ان شاء الله انت بعد اللي على فكره انا كنت عايز بس اوصل كام نقطه النقطه الاولانيه احنا العيانين بتوعنا احنا الوقت عندنا مهم الوقت بتاع المريض وقتنا الحقيقة مهم عشان كده احنا من اهم المميزات بفضل ربنا اللي بنتميز بيها ان احنا ما بناخدش وقت مع العيان يعني العيان بيجي لي بنكشف بنعمل العملية ممكن يسافر تاني يوم تالت يوم رابع يوم لو في لو انا قلت لنواف بالذات هو كان عايز يسافر بعديها بيومين تلاتة ما عنديش مشكلة بس انا قلت له اخر عشان نعمل حقنة تالتة بس هي دي الحاجه الوحيده صحيح. اللي احنا اخرنا عليها السفر انما هو من تاني يوم كان ممكن يسافر ما عنديش اي مشكله خالص فالوقت عندنا مهم وفضل ربنا علينا ان الحاجات اللي بتسهل علينا موضوع الوقت الاجهزه بتاعتنا اللي هي كوبليشن ريديو فريكوانسي والشيفر كل الاجهزه الحديثه اللي بنستخدمها مناظير بتساعد ان الدنيا تبقى سهله وحاجه مهمه كمان الدعامه اللي انا حطيتها في مناخيري الدعامه دي انا بخليك تسافر وانا مطمن اي خفيفه ما في ولا شيء ولا حاجه خالص وبعدين انا قلت لك ما حدش هيشيلها لك الا مين اقرب الناس ليك اي حد بديك فيديو صغير بقول لك بتتشال ازاي في نص ال 30 ثانيه بالظبط هتتشال ولا فيها وجع ولا فيها الم ولا فيها حد متخصص ولا محتاجين حتى طبيب يشيل الدعامه اللي في مناخيره فالحمد لله الامور عندنا بتبقى زي ما بيقولوا مدروسه ومتخططه طبيا وعلميا ان كل حاجه هو على احنا على تواصل معاه يعني يوميا اكيد يا دكتور الله يجزاك انا عايز اسالك سؤال التواصل مع الناس هنا في المركز معاك بعد العمليه كان اخباره ايه كويس والله يعني بيطمنوا عليك والله الامانه دقوا علي مره اتصال واحد عشان العلاج وما العلاج وهذا قالوا تعال بيطمنوا اي ودقوا علي اليوم قالوا عشان تاخر عشان الحقنه الثالثه قبل السفر تمام اي والله يعني في خلال أربع خمس أيام كلمتي كلموني إيه 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 أنا عاجبني صراحتك جدا على فكرة هذا صحيح عاجبني صراحتك جدا يعني في خلال الخمس ست أيام كلموك مرتين بس اطمئنان والنهاردة إيه عشان إيه اللهم لك الحمد يعني أنا جيت مش مثل ما الحمد لله رجعت الحمد مبسوط لله. مبسوط مبسوط اللهم لك الحمد الحمد لله وربنا يتم السمع كويس صار تحسن ترى عندي دكتور السمع إي والله الحمد لله الحمد لله إيه نورتنا نورتنا جدا 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 وأنا إن شاء الله هناك بإذن الله غير شر اي واحد من اصحابي او شيء كذا اي حد في الامانه انا اذكر اللي شفته بالظبط اي والله نورتنا جدا 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 زي ما بنقول دايما ده فضل من ربنا علينا وعلى مركزنا وعلى مرضانا ده من فضل ربنا علينا وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم